ويصنف اللقاح الجديد ضمن فئة اللقاحات الجينية، وسيتم أخذه على مرحلتين، ومن المتوقع أن تخصص الدفعة الأولى لحالات الطوارئ والفئة العمرية المتقدمة وللناس الأكثر عرضة للإصابة. الرئيس المنتخب جو بايدن رحب بالخبر. إن إنتاج لقاح جديد يمكن أن نوزعه بأسرع وقت لأكبر عدد من الأمريكيين مجانا، وسنعتمد على المعلومات العلمية وسنعدل هذه المعلومات عند الحاجة. وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه شكل فريق عمل مكون من خبراء وأطباء للتحضير لتطبيق استراتيجية جديدة لمواجهة جائحة كورونا، وأضاف إنه سيجعل لبس الكمامات إجبارياً على مستوى البلاد. وإيجاد لقاح لهذه الجائحة سيساعد في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للإدارة المقبلة بإعادة فتح البلاد اقتصادياً وعودة الطلاب إلى المدارس، أمل كان يرغب الرئيس ترامب في تحقيقه، لكنه سيكون من نصيب خصمه الديمقراطي. نادية البي بي سي العربية، واشنطن.